كانز يقولوا اللي انت الوحيد في الفتره ذيك كانت عندك المعلومه انه امينو بشي يسافر. هذا اللي انت الوحيد اللي عندك المعلومه. جامد لافي ما كانش في بالك بيه. جامد لافي نو ما كانش في بالي بيه. كان في بالي بيه راني ربما شديته راني ما راني عملت له عمله فهمت راني خليته راني قطعت. كي وصل غادي قال لك كي وصل غادي كاون فيت باش لقت بيه سبحان الله يطلع واحد يبيع في الحوايج يشري ويبيع في الحوايج ويعرفني ويعرف منو صاحبنا زوز وبزهرو في الطياره وفي بالوش معناه ما حطش في مخه ومن بعد في الاوتيل لقى اختفى فهمت. حكيت انت ويا مساجات مره ولا وي بريود الاولى اخر مساج تتفكر اخر مساج اخر مساج اللي انا حبيت ما قلت له معناه اللي حكينا في الرجوع معناه قلت له برجوليا ارجع معناه فهمت وكان فما معناه كيما نقولوا بروسيدور كي جوديسير فهمت من الاخر تعدي حبسك والمفيده هاكا لا موت لا شيء ومن بعد تفهم فهمت. اش قال لك؟ مش كيستيون اش قال لي خاطر ماك تعرف عبد كيمشي غاديك يولي يقول لك ساي فهمت ما نعرفش دماغ جا ولا شنو هي الحكايه بالضبط. انا خاطر ما نحبش ندخل ياسر في الموضوع خاطر موضوع ياسر حساس برشا حساس. انا حتى العباد كي نحكي على مينو انا في بالهم معناها مجد رهاب ولا جامد لافي. انا المجد حاجه كامل رهاب ولا حاجه فيها دم. انا ديما نحكي على تريزون الصحبه اللي انا ومينو وعلى الكارير ميوزيكال اللي عملوا الاكسبسيونيل صحيح فهمت ربي يرحمه. هذا فاش نحكي من بعد لافوتا كي لشكون المشكون هذا يا صاحبي في يوم من الايام نعرف لي فما ناس في الدوله هذه موجوده في الدوله باش تحاسب. هذا انا واضح. متاكد من نسالك سؤال جاوبني عليه بصراحه. انت لتوا سريح وتقول هذا المعروف عليك كانز امينو في فتره ما قال لك اخلط علي قال لك يجي بصراحه بسي ملف تسكر في التاريخ بحب قال لك حب خاطر انا مروان ونتي معناه كنا جور نتاع اصحاب اللي معناه اللي قرب برشا فيزيونيل برشا نحكيوا لبعضنا كل شيء نحبوا ديما نكونوا مع بعضنا فهمت في البيه والخايب يعرف منو انا كان انا كان نمشي لداعش يقتلوني جماعه داعش قبل مش يلقوني باز انا كيف السيجارو ولا فهمت فاش نحكي لك معناه يعرف اللي انا الكومبورتمون تاعي ولا حياتي ولا انا شنو انا بدي معناه كل النقله اللي صارت له في حياته كانت كشوك للجميع ماهيش متوقعه ماهوش عبد بهيم ماهوش معناه ذكي عنده سيغتان انتيليجونس. بعد اني قلت لك ان شاء الله مفاجئ القرار اللي خذيه عمري ما نسامح صاحبي ان شاء الله ربي يكافي اللي كان الاجازي اللي كان سبب واللي وقف في يوم الايام في القصبه قال لهم انا كان جيت صغير راني مشيت لسوريا والعيني اللي عين تشوف وعين ما شافتش في المطارات وقت عباد الضخ وطالعه هنا اذا ما نسامحش قدام ربي نهار اخر كبش قدام ربي ما نسامحش هذوك فهمت خاطر كنا نجمو نمنعو بارشا مش كان يمينو كنا نجمو نمنعو بارشا شباب خاطر نتصور مش معلومة نتصور اللي معناه برسنتاج كبير منهم ندم كي وصل غادي